وفي هذا الإطار فغنديروا واحد مجهود خاص باش أننا نلتزموا بإنجاز السدود في الوقت المحدد له، وهذا من بين الأمور اللي غنركزوا عليها. وثانيا أنه كذلك تكون واحد التتبع واليقظة في هذا الإطار باش نضمنوا أنه تكون واحد الفعالية أكثر في هذا المجال. صحيح أننا نعاني من بعض الإشكاليات ناتجة أساسا من ثلاثة الأمور. الأمر الأول وهو القضية ديال تبئة العقار في هذا الإطار، تكون بعض الصعوبات اللي تأخذ شوية الوقت واللي تتطلب واحد المجهود خاص، وعندنا الحمد لله الدعم ديال السلطات العمومية باش يمكننا نتقدموا في هذا الإطار. هنالك كذلك إشكالية ثانية اللي هي مطروحة، هي مرتبطة أساسا بالصعوبات اللي تتعاني منها بعض الشركات اليوم. اليوم عندنا العديد من الشركات اللي بحكم هذا كوفيد إلى آخره اللي عرفت واحد ضغط مالي كبير لجعلت أن الإمكانيات المالية ديالها فهي تراجعت، وبقات وبالتالي ما بقاش عندها القدرة باش تواجه هذه الكمية ديال المشاريع الكبرى اللي خدات. وبالتالي كاين مشكل ديال بلان دو شارج، اي انه وفي هذا الاطار حنا من بين الامور اللي تنشتغلوا عليها وهو نراجعوا المرسوم ديال الصفقات العموميه باش ندخلوا هذا البعد ديال بلان دو شارج يكون في هذا الاطار، وندخلوا كذلك الاشكاليه الكبرى اللي هي مطروحه ديال تكسير الاسعار لاكاس دي بري، وهذا خلق مشاكل كثيره وتعطل، هذا اللي تعطل هذه المشاريع اللي تنتكلموا عليها، باش انه نضمنوا ان الشركه ملي غتاخذ المشروع انها تكون عندها القدره الماليه والقدره كذلك البشريه والاليات الكافيه، ولكن في نفس الوقت كذلك انها تحترم الاجال المحدده.